دبارة وزيارة. One promise, you will come back. Carthage Tour. فانواز حلوة منك. نجمة اللي نذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حر. في عيد ميلادنا 60 عبيدة تودكم بالكوفركل باش تستحفظوا على بنتها وتخبيوها في حكتها. جولدينا داند المزرعة بنة الحم هبرة من غير شحم. مع تيميس دارك على كيف كيفك. ماما ميا مالا بنا ومالا هي مع جات أسيرانس. اليوم مأمن وغدوة مضمن. ملصقة شمس على كل جوية بريكة. هما يقولوا لها شمية وإحنا نقولوا لها بابيون. أسلمتكم. إيش نحويلكم لباس تستناو ديما في الوصفة متاعنا وفي الأفكار الموجودين اليوم في السفر متاعنا. عوضتكم برشا الكبار والصغار. علاش كبار وصغار؟
نحبوا هالشباب هذي اللي مغروم بالكوشينة ومغروم بالحاجة التقليدية، نحبوا نسجعوه باش صارنا نهار آخر تقعد ديما تعرف شنية أكلتها التقليدية وش كنا في زمان، ويأخذوا هما المشعل علينا أحنا. الضيفة متاعي نورة جيتنا من عين دراهم. اش نحويلك يا نورة؟ مرحبا يا أمي جميلة. لاباس الحمد لله. صباح الحمد لله. قل لي بنتي، جبت لي برشا خيرات وبرشا أفكار من برشا تبرات اليوم. برشا تبرات؟ أي. أعطينا عشينا برك. بي عشينا اليوم أمي جميلة عنا شربة فريك. أي. هيك باش نبدأ بها لولا. جبت لك زادة سراير بريك. آه. وان شاء الله زيادة باش نعمل لك خبز المطالع وباش نعمل خبز المطالع. خبز المطالع تعرف تعمله انت؟ نعرف نعمل المطالع عمي. يا بنتي كمل. وباش نعمل لك عسيت زقوقو. عسيت زقوقو يعطيك الصحه اللي انت باش تعملها، اللي هي تقليديه ومفماش واحد يمشي لعين دراهم بلاد زقوقو وما ياكلش زقوقو. ما نجموش نحكوا عن دراهم من غير ما تحضر عسيت زقوقو. باهي يا بنتي، باش نبداو توا نطيبو؟ باهي توا باش نبداو بالشربه. نبدأ بزيت نجمة ديو بلوس. أي. اللي يمشي حار وحلو ريش أون فيتامين أو وزيد خفيف وما يخلي لناش أرير جو في الماكلة متاعنا. بي باش نبدأ بالبصل. تفضل. بي بعد اللحم تقليهم. تقليهم بالبوزي. لحم شنو هذا؟ هذا لحم معلوش. صحيت فوق باش نحط الكلاف الزادة من اللول، خاطر في جهتنا نعملوها من اللول نقليه كل شيء مع بعضه. حط الملح فلفل راس حانوت كركم وتشيشة فلفلك. تعطيني توا طماطم عبيدة، طماطم العادة والعوايد. الله يبارك تفضل. الطماطم هذه عاقدة برشا دوبل كونسونتري يكونوا ميك وزيد ما فيهاش قروسية ما تقرسليش الماكلة متاعي. وحتى الحكة متاعها مزيانة وبراتيك ما تستحقش باش نفرغوها في معون آخر، نحطوها هكايا باش نوزوز الطنجرة متاعي بشوية هروس عبيدة. قلي المرمز نتاعك ولا ايه؟ اي المرمز زاده نقل قلي من اللول. انتم تقليو المرمز. اي كل شيء من اللول. توا باش نصب المرمز الشوربه فريك نتاعنا من الحاجات المشهوره بها عند راهم. احكي لي على عند راهم، عرفنا عليها. إيش باش نحكي لك امي جميل على عند راهم البيا؟ فيها برشا حاجات باهيه، فيها عندنا محطه استشفائيه، عندنا الحشائش نتاعها نستخرجوا منها برشا زيوت نقطروهم. من اهم الزيوت عندنا زيت القذوم. القذوم اللي هو معروف على جهه عند راهم. زاد عندنا توا عندنا نبته زاده توا وقت الجنين نتاعها نبته العذيره نستخرجوا منها الزيت توا. والفواضر نتاع نتاعها يعملوا بها الحاجات دي برودوي للتجميل، برودوي كوسميتيك. عندنا الكليل والزعتر نقطروه زاده ونرحيوه. ولينا معناها نعملوا في منتوجاتنا توا الكليل والزعتر ولينا نرحيوه معناها. اي نعملوا بها العوله. شكون حبك فيها الطنجره؟ شكون قل لي؟ الطنجره هذه حببتني فيها جدي. جديتك؟ جدي حببتني في الطنجره هذه. اي الطريقة متاعها كيفاش تبدأ تعمل تحضر عولتها. أي. كيفاش تبدأ تعمل التشيش هذا المرمس، كيفاش تتقليه. أي. في الطاجين كيفاش تبدأ ترحي بالرحاء. رحاء العربي. ترحيه بالرحاء العربي ما تستعملش معناها. أي ما كانش قبل. ما يهزوش للطاحونة في الدار، تعمل كل شيء في الدار. أي.
لفحات متاعها كيفاش تحضرها تعلمتهم منها هي تعلمت كل شيء منها هي هذه قريب ولا مازال بزيت نمرقها شويه زيت مرقها تماما سي بون باش نسيبوها تبدا تطيب توا سلا سلا به مالا باش نخليوها تطيب ونشوفوها من بعد على الطاوله وبعد شقه الفتر نقول لك بنينه والا لا ان شاء الله نورة اش هالخير هذي اللي قدامنا طوع حضرنا سلطة مشوية اي قالنا كان باش نرحيوها ايوة زادة معاها باش نعملو مشوي عاللوش طوع باش نرحيو السلطة مشوية فلفل بصل ثوم الطماطم صبوها توا في البول ومن بعد نفوحوها بشويه زيت زيتونه وملح نخلطوها بالبيض صبوها في الصحن نستويها على جناب نزيدوها زيت زيتونة نزينوها بالطن وبالعظم مسموطة هكايا مدام جميلة السلطة متاعنا حضرت وتوا باش نتعداو للبربكيو يعطيك الصحة عملت سلطتك على الطريقة الزمنية ما فيهاش فحات ما فيها حتى شيء عملت الفلفل أكثر من الطماطم يعجبني برشا هكايا ومعها ثومها وبصلها توا أمي جميلة باش نحكي لك على الحم العلوش وأكلة الحم العلوش مشوي العلوش المشهورة به اللي يجيو العباد من الأماكن الكل باش يعملوا باربيكيو مشوي علوش مع سلطة مشوية ومع خبز المطليقة علاش العباد يجيو من البلايص الكل خاطر العلوش متاعنا الحم متاعو من أجود اللحوم خاطر علوشنا عايش في الغابة ويتغذى على الحشائش الطبيعية طيب باش نفوحو يعطيك الصحة هذا عندنا نطيبوه عالجمر أما احنا هونية بحكم في البلاتو ما عدناش باربيكيو باش نفوحو وندخلو للفور بون مش باش يجينا كيف الحم العجمر أما باش نحاولو نقربو أكثر باش نقربو لكم الجو أكثر تفاحت نتاعو كان زيت و... زيت ملح زعتر وكليل أيوة هالزعتر والكليل اللي هو عمل فيه حاله هو اللي بالريحة روعة من الروعات حاولوا ندخلوا الزعتر والكليل في وسط اللحم بالبيت ونجموا نعملوه الزعتر يبدأ فري احنا نعملوه فري الزعتر والكليل يعطي القوة أكثر يعطي القوة أكثر ويعطينا البنة أكثر والجون تاع الزعتر تظهر أكثر طاو الحمام بتاعنا سي تفوح باش ندخلوه توا للفور ان شاء الله بعد نشوفوه على الطاوله وتذوق بنت العلوش العين دراهم بدينا فيها سراير هكا ولي باش نعمل الفخس نتاعك قبل باش نعملو الفارس قبل مبي. انا ديجا حضرت خذيت الدجاج اي اللي هو الاسكالوب دي بولي المزرعه اي هي تاع الدجاج الذهبيه مزرعه راعيه في الطبيعه ولحامها بنين وما فيهوش برشا شحومات مبي. انت هذه حطيت شويه بصل وشويه هذا شحطيت هذا قليته مع شويه بصل اي شويه
كليل وحطيت له شوية فحات، حطيت له كركم، حطيت له راس حانوت، وحطيت له فلفل أكحل وملح. وملح حضرتهم بكري باش ما نتعطلوش. حضرتهم بكري باش ما نتعطلوش. صبوا فارس متاعنا، زيدوا جلبينة زادة. فيه جلبينة سمتناها في الماء. نعي زيدوا تعرف هذيك مصنوعة في عندكم؟ هذا من الصناعات التقليدية متاع عندراهم. هذا اللي نستغرجوه من شجرة الزين. أيوة شك ما فقش فيهم. أنت قلت وتقولي عليهم الأول. لي حبيتك أنت عاد أمي تلاحظ أنت وأنا أفسر لك. طيب اللحم وجلبينة والمعدنوس تخلط شوية كريم فريش. أخذ مغرفة نظيفة. طوى باش نحط البطاطا. قلت لك انا من الصناعات التقليديه متاع عند راهم. هذوما في الشتاء وقت يصب الثلج هيك وقت خدمتنا، وقت تتحرك فيها البلاد شويه ويجيوا الزوار لمدينه عند راهم باش يتمتعوا بالمناظر الطبيعيه والخلابه متاعها. يشريوا برشا هذوما الناس الكل تشري عثنية يبداو يبيعوها على الطريق. يبداو انت ماشيه داخله عند راهم تلقى يعرضوك في الطريق، معناها الحوانت نتاعهم نتاع الارتيزانا موجودين على الطريق. عندهم برشا حاجات مش كلمة هون هذيا. التحف زاده عندهم. التحف عندنا برشا تحف عندهم. لي كان اي تخدموهم برشا لي كان وياخذوهم برشا لتوغيس على خاطر اللي كان متاعنا النوع متاع اللوح متاعهم به وزيد فيها كاليتي. سبحان الله كاليتي. فما معناتها فيها حاجات اللي تقول هو ربي عطاها فيك العود هذيك يتنفس كيما بنادم. توا باش نصب كعبتين عظام باش نلم بهم الفرس متاعي. الكان هذيك علاش يحبوها برشا وياخذوها الاجانب وناخذوها حتى احنا التوانسه؟ اليد متاع بنادم كي نكبروا تولي العظام متاعها يولي هش نقولوا احنا، والجلده كيف كيف. هذه البرودوي متاعنا اللي عندنا اللوح هذايا، اليد ديما ما تتجرحش، ديما اليد تتعاون، اللي سوليد يتركز عليها الكبير هذيك تحمله. يمكن كان جات حاجات اخرين اللي يعملوهم هما ولا تو نشوف فيهم السلعه نتاع البرا وغيرها يتعكز عليها يطيح. دونك هي سند للكبير وللصغير. بارك الله امي جميله. اللي فوتك بليله فاتك بحيله، وانا اليوم قاعده نتعلم منك. شنو عاودها؟ اللي فوتك بليله لفتني بليله فاتك بحيله، انا اليوم قاعده نتعلم منك. بيطول الفرس متاعنا حذر. هذا جبن بنتي شو ما شب أمي للصحفة هذه. السرير متاعي اخترت ملصوقة شمس بمعمولة بالسميد، هذه الميزة متاعها. باش نسكرها توا كعبة كردون، نحطها في البريكس. نزيد ناخد كعبة أخرى. فيها ميزة أخرى زادة، كي نحطوها في الزيت باش تتقلى ما تشربش الزيت، وحتى كي نحطوها في الفور تخرج لنا كروكونت وتتقرمش. باش نكمل السرايرة متاعي يلزمنا لمسة مرقاين جولدينة السحرية باش تعطينا اللقة اللي في كعبة البريك، تعطينا لون مزيان برشا. أون بلوس غنية بالفيتامين أ والفيتامين او. نورا مالي هذوما تو نكملوهم ودخلهم للفور اطيبهم بعد نشوفهم على الطاوله ان شاء الله. باش نبدا نخدم الخبز متاعي باش نحل الخميره متاعي في شويه ماء دافي. قديش عندك خميره بنتي؟ باكو دينا باكو خميرة. حلو الخميرة متاعنا في الماء دافي للضوء. اي للخبز متاعي اخترت
سميد وفارين دياري أي أخطرهم مصنوعين من أجود أنواع القمح في بلادنا باش ناخو قد السميد قد الفارينة. شنو ما أنواع الخبز اللي عندكم؟ ثم برشا أنواع متاع الخبز. عندنا الخبز المبسس أي يتعمل بالسميد زادة أي والسكر والزيت تعمل بزيت زيتونة. عندنا الملاوي وعندنا الطابونة اللي هي مشهورة بها مدينة عن دراهم بالطابونة بصفة عامة. الخبز متاعنا نجمو نعملو نحاولوه للديسير. كيفاش؟ مثلا خبز المبسس أي نجمو نعملو به رفيس بهو تعملو رفيس نزيدوه نفتفتوه نزيدوه العسل ونعملو به رفيس. هي معناتها الطريقة هذه موجودة يقولوا رفيسة خبز. الخبز كيف في بيت ويخليوه معناتها بيت أي باش ما يلوحوش الخبز هذاك يحافظ عليه يفتفتوه ويرقلوه ويعملوا من اللوازم. أنتم زاد بيت ولا طري؟ خبز المبسس كيف في بيت أي نفتفتوه نزيدوه الزبدة نزيدوه العسل أي ونعملوه كعبرات أي بيتحط في حكة ونفطروا به فطور الصباح. وتسميوه هذه شنية؟ هذا نسموه رفيس. رفيس الخبز. رفيس المبسس. المبسس. رفيس المبسس. وعندنا زاد الرفيس اللي تعمل بالملاوي. كيف كيف. الملاوي أما هذه ما مش تبات. تبدأ هي سخونة. نريشوها الملاوي. نزيدوها الدقلة. نفتفتو فيها الدقلة. ونزيدوها زاد العسل. كيف كيف نحطوها في حكة. ونفطروا بها الصباح ولا حتى نعملوا معها كاس تاي في السهرية. نحليوا بها في السهرية. حتى في السحور تنجموا تستعملوها. نستعملوها زادة في السحور. طيب وش هي مسفوفة في رمضان؟ نطيب. تعمل مسفوفة؟ نطيب. أما الأكثرية ديما معناها اللي يفضل من العشاء متاع الليل. أي. نزيدوا نعملوا الحاجة الحلوة نعملوها في السهرية هذيك نكملوا نسحروا بها في السحور. تسحروا حاجة مالحة. حاجة مالحة أكثر من حاجة حلوة. مام حتى فطور الصباح. تمشي عنا حاجة حارة أكثر من حاجة حاجة حلوة. أكثر من حاجة حلوة. توا باش نعجنوا البات تاعنا نخبزوها بالباهي. الكسكس ما حكيتيش عليهم أنتي. شنو أنواع الكسكس اللي عندكم؟ عندنا زوز أنواع متاع كسكسي. زوز بركة؟ زوز أنواع مشهورين. مشهورين. إي. أما يختلف في الكسكسي متاعنا في نوع السميد اللي نعملوا به الكسكسي. كيفاش؟ مثلا نعمل الكسكسي نشدو القمح نرحيوه اي يرحيوه في الرحا اي الرحا ديالو يعملوا به العربي في الرحا العربي يعملوا به الكسكسي ولا زيادة الشعير معناها ماكله صحيه 100%. معناتها هذوما تعملوه في العولة؟ نعملوه في العولة. تعملوا عولة طماطم والعولة متاع الفلفل ولا هذاك في اخر الصيف عولة الفلفل متاعنا والطماطم خاطر الشمس تنقص الحراره متاعها ما عادش تاثر برشا خاطرها تحرقها كيف نعملوها في اول الصيف تحرقها تحرق لنا الفلفل يجينا اكحل برشا محروق. تعملوها كان في الاخر قبل ما تدخل في اخر الصيف ومعناها في درجه حراره اقل من اللي اول الصيف. كلامك صحيحه على خاطر الفلفل يكحل في النار القويه. اي صحيت. نخبزوا الخبز نتاعنا هذه قبل نقولوا نخدموها حتى ينترشق. اي ليله الترشيق لازم تعمل الحس نتاعها الترشيق هذيك نعرفوا الخبز نتاعنا سي تخبز. جينتنا توا حضرت خلوها ترتاح شويه ومن بعد نخبزوها. توا الخبز نتاعنا حضرت البات باش نقصوها طروف طروف قد قد باش نعملوا بها خبيزات صغار. هذو تطرحهم وتحطهم في نطرحهم نفطرهم بيدي انا مش باش نعملهم بيدي كيف ما تعملهم جدي. انا باش نعملهم بالرولو خاطرني لابسه القون. ناخذوا شويه فرينه ناخذوا الرولو نحلوها جويدة ولا خشينة بنتي؟ ليه نحلوها متوسطة مش جويدة ومش خشينة.
تحب العروسات انت؟ اي نحب برشا العروسات. نمشي للعروسات من الصغيره تمشي؟ نمشي. ما تنجم تحكي لي عاداتكم وتقاليدكم على العروسات ولا العرس؟ العرس نتاعنا امي الجميله يبدا بحمام العروسه. اي يمشيوا معها صاحباتها. اي تتلف عروستنا في السفساري العربي. اي صاحباتها زاد يمشي معاها ملفوفين في السفساري. كلهم بالسفاسر. كلهم بالسفاسر. يعملوا جو في الحمام بالزغاريد والدربوكة والشتيح. وش يهزوا معاهم؟ يهزوا معاهم الحلو العربي. يهزوا معاهم الروزاتا. اي اللي هو الشوبولا بذي الروزاتا هكا ولا؟ اي اي ويهزوا كل الدراجي ويهزوا يهزوا صحنا الحنة متاع العروسة والطفيلة قبل كانت الطفيلة وكان الطفل الناس كانوا يغسلوا قبل. اي يهزوا للطفل. تعرفوا طفل ولا؟ اي الطفل ياخذوه ينفخوه في الماء. اي وبعد يهزوه للحمام قبل ما تخرج من الحمام المرأة ولا حتى العروسة. أي. يدهنوها بالطفل. اي وبعد تشلل وتخرج. تو ما عادش يعملوا فتلة؟ لا تو ما عادش برشا حاجات تو ما عادش يعملوها. والطفل راهو أحسن حاجة للشعر غير احنا ديما نحبوا نتبعوا حاجات ونضيعوا حاجاتنا الرسمية. حتى لو يدخلوا على الطفل ويشوفوا شنو الفوائد نتاعو للشعر وللوجه ولغيره ما نظنش كان الناس ما زالت تستعمل مواد أخرى دون الطفل. احنا الطفل نكركوه تو يجي في الصيف تو وقت العطرشية يتكرك مع العطرشية ويهزون كانوا قبل يعملوا العولة نتاع الزيز نتاع العروس. من الحاجات اللي يعملوها العولة متاع عرس العروسة عندنا نبتة تطلع تحت التربة عرق هو عرق اسمه عرق الداد. عرق الداد أيوة زاد يعولوا منه. مازال موجود توا؟ مازال موجود التوا عرق الداد. مازالوا يحفروا عليه ويقصوه. أيوة. يعملوه في شك هكاية. أيوة. شيحوه صحيح. ومن بعد يبخروا به حتى ليلة 27 في رمضان. هذي كانوا يبخروا فيه في رمضان وليلة الموسم وفي الطهور. الداد يقول لك هو أول بخور قبل البخور الثاني. يقولوا فيه بركة. أي وش تلبس نهارتها العروسة؟ تلبس السفساري ولا تلبس الحرام. تمشي للحمام بالسفساري وتخرج بالحرام. تمشي تخرج تخرج مكسية بالحرام وبالريحانة. قبل كانوا نساء الحومة الكل يجمعوا الريحانات نتاعهم ويلبسوها للعروسة باش يزينوا العروسة. نتاعهم الكل يزينوا العروسة بالريحانات. اللي عندها ريحانة ولا عندها خليخة اللي عندها الخيوط الفضة ولا الذهب هذوكم يلبسوهم للعروسة. يلزم العروسة تبدأ مشخصخة بالذهب. مسكينة كيفاش نجم تمشي بك الخلخة؟ يعملوا خلخة على زادة؟ يعملوا مسكينة بخليخل ودبيل يزينوا العروسة اللي عندها قطعة ذهب بتلبسها العروسة. هي كان ليش انت صغيرة تمشي تتفرج وتمشي معها؟ نمشي نتفرج. نتعلم ونتعلم. نتعلم زادة. توا في رمضان انت اللي طيب ولا امك؟ ثم حاجات انا نطيبهم. اي وثم حاجات تطيبهم الوالده. مثلا الخبز. اي ما تطيبوا كان الوالده تعملوا في الطابونه خاطر احنا نخافوا عيدنا لا تتحرق. ايوا دونك الوالده هي اللي تعمل الخبز وتسكي داخل في الكوجينه في الدار تعملوا الصبيه. الصبية تعمل كل شيء والأم ديما بار متاحة باش تعملوا في رمضان طيب الخبز تحضر الخبز وكهو وكهو الكوجينة للصبية. وانت تعمل المنيو انت ولا أمك تقرر شنو باش طيب وشربة؟ لا نقترح قبل ما تبدأ باش تبارت طيب. اليوم نتشاور شنو باش نطيبو ديما قبل بنهار ديما نتشاورو بشنو باش نطيبو. اي القضية شكون يقضيها انت ولا أمك ولا الوالد؟ لا القاضية هيك على الوالد. الوالد هو اللي يقضي القضية؟ الوالد هو اللي يقضي القضية. هذا هو الخبز الطليع متاعكم؟ هذا هو خبز الطليع. هذا المشهور برشا عندكم؟ هذا مشهور برشا وقديم برشا معناها. هذه من عادات القدم اللي عندنا عادات الجدود قبل كانوا يعملوا حتى بالشعير معناها. الخبز هذايا تشقوا به الفطر وتاكلوا به خبز زيتون ولا تعشوا به ولا؟ الخبز هذا أمي جميلة حاضر في كل ميدة. كل ميدة. ديجا هو يبدا سخون نبداو نلقفوا فيه هكا وناكلوه بزيت زيتونه مازال سخون يتاكل بزيت زيتونه. زاد فطور الصباح نحطوا معاه زيت زيتونه وعسل. وذكر العسل من اجود انواع العسل الموجوده في بلادنا موجوده عندنا في عند راهم. عسل شنو هو عندكم؟ الكليل والزعتر؟ عندنا عسل الكليل عسل الزعتر. يجيو العباد كي يجيو لعند راهم أكثر حاجة يشريوها العسل. العسل
يعاولوا من العسل يعاولوا من الشمال خاطر نحلة الشمال ترعى ترعى من الغابة. نهار العيد كيفاش تعديوا نهار العيد؟ والله نهار العيد ديما مع نمشي ونزوروا الأقارب نعايدوا على أقارب نمشيوا لدار الجد دار الخال دار العم. طيبوا تطيبات خاصة في العيد وحلو ولا لا؟ نعملوا الحلو العربي نعملوا البشكوت والمقروض اليويو نعملوا اذنين القاضي الحلو التونسي متاعنا وكل قديرو قدرو ثم اللي يعمل يحل حتى البقلاوة اللي ما يقدرش على البقلاوة يعمل بشكوتو شوية مقروض والناس الكل تذوق بعضها ما الحلو متاعها في رمضان حتى الجارة تذوق تجيب لك صحن انت تهزلها صحن حلو وهي تجيب لك صحن حلو تتبادلوا مع بعضكم يتبادلوا يزم كل واحدة تذوق الحلو وحلو شكون خير تو انت قلت لي باش نعمل لك العصيت الزقوق هكا ولا ملي تو نكملوهم هذين من بعد نشوفهم على الطاولة ونتعداو للأكلة اللي من بعدها نتعداو العصيت الزقوق نورة انت تو رحيت الزقوق نتاعك هكا ولا رحيت الزقوق وصفيته زدته 125 غرام فرينه هذا نص سرت الزقوق حطيت 125 غرام فرينه تو باش نحطه على نار هاديه ونبدا نحرك فيه حطيته فرينه قلت لي قداش 125 غرام فرينه وقداش تحط له سكر انت حسب الذوق هو نورمالمون هذه نحط لها 100 غرام سكر الزقوق نتاعك كيف رحيته بيته في الماء ولا لا أي بيته في الماء قر زيته ماء بارد ولا سخون؟ أنا رحيته حطيته في ماء سخون باش يقر زيته أنتم تحطوه في ماء سخون؟ تحطوه في ماء سخون كل بلاد ورطالها بنيتي أنا نعرف نحطه في الماء البارد يبات لي كاملة في الجدار أو كنت بنت الزقوقو كنقولوا عند راهم نقولوا بنت الزقوقو هي اللي هي دونك طيبوه في عائلتكم هكاك أي باش يخرج زيته باه شو من اللفحات اللي تحط له عطرشيه ولا نحط له شويه ماء زهر ولا شويه عطرشيه اما الان خير نخليها كيك باش يخلي لنا القوم تاعو تعملوا مهرجان زقوق ولا ليه نعملوا عندنا موسم الزقوق اي عندنا نسال كتحات اي الفلاحات أي؟ يخرجوا يجنيوا الزقوق بعد يشيحوه اي بعد ما يشيحوه الزقوق ينفضوه يعديوه على المنفذه اي ينحيوا له القشور نتاعو اي يتغسل ويتسوى ويتحط للشمس في الشمس للي يشيح من بعد نلقاو حاضر احنا نرحيوه من بعد طول انت تعرف احنا درجه الحراره عندنا في الصيف تبدا الطقس سخون برشا معنا نحطوه في الشمس في الدرجه الحراره هذيك العاليه من بعد ننفضوها كعبه الزقوق هكايا تهبط لك عبه نتاع الزقوق ما تحطولوش في مثلا طابونه ولا تحطوه في الحطب ولا البندق نحطوه في الطابونه كعبه البندق نحطوها في الطابونه وبعد تتحل هي بالسخانه نتاع الطابونه هذيك تتحل بعد تخرج الكعبه نتاع البندق اما الزقوق خاطر الكعبه صغيره وتقلق هذاك علاش نحطوه كميات كبيره نجمعوه نحطوها على حاجه هكا مالح حاجه نظيفه ومن بعد كيف انت تنفضها الكعبه تهب الكعبه باش تتحل خاطر باش تتحل الكعبه وتطيح لك كل مره وكيفاش انتم بلادكم انا اللي نعرفوا انه بدرجه الحراره هذيك الكعبه باش تتحل باش تتحل باش تيبس درجه الحراره بعد تنفض تهبط كعبه الزقوق وتهبط عاك المالح نظيف بعد تتعدى على المنفذه كيف ما كنغرب الكسكسي من بعد ما نكسكسوه بعد ما ييبس الزقوق زاد هكاك يتعدى على المنفذه تتنحى القشره وحدها وتاخذ كعبه الزقوق يقول الزقوق ما يحبش ما يحبش بقى ناديه فاش تحطوه انتم بعد ما تستعملوا هالطريقه هذه اللي ذكرتها لي الكل نحطوه في الكيس الشكاره الخيشه هيك خاطرها مهويه الشكاره باش تحافظ باش تحافظ على كعبه الزقوق وما تنديش تبدا مهويه ديما يدخل الهواء ما نحطوش في الاكياس البلاستيك العصيده نتاعي تو بدات تتكبس باش نزيدها السكر قداش تحط من مغرفه باش نحط 3 مغارف سكر ايه حطينا لها السكر تغميق كلها غميق شويه تحالت شويه هذاك علاش نحطوا السكر في الاخر تويك الزقوق نتاعنا حذر
باش نصبوه في الكيسان باش نتعداو ونحضروا الكريمه نتاعنا. طيب باش نحضروا الكريمه العسيده نتاعنا باش نصبوا الحليب. الكريمه نتاعنا اليوم اخترنا الكريمه فانواز، بريباراسيون سهله في ساعه تحضر فيها بلوزيور جو، اما احنا اليوم باش نستعملوا الجو فاني. نبداو نحركوا الكريمه نتاعنا حتى تتكبس ونزيدوها مغرفه ونص سكر. الكريمه هذه اش تعمل بها حاجات ولا ما تعمل بها حتى شيء؟ نعم نستعملوها في برشا حاجات. الكريمه هذه شنو تعمل فيها؟ نستعملوها في الليتارت. نستعملوها في برشا جاتوات. نستعملوها بصفه عامه للزينه. نستعملوها زادة للبوزة مالغريتا وثامة بريباراسيون فانواز حاضرة بوزة، أما نجمو نعملو لها موديفيكاسيون نستعملوها للبوزة. طيب الكريمة هذي مش زين بيها السكوكو متاعك؟ مش زين بيها السكوكو متاعنا. بعد ما نحطو نصبو الكريمة متاعنا نزينوها بالفرويسات وهكاية تبدأ الحسيدة متاعنا حاضرة. الكريمة متاعنا حاضرة بقات باش نصبوها توا في الكيسان. باش نزينوها بلوز مهروش ونوازيت وبستاش. اي بنتي زين هنا خلينا نهزوها على الطاوله. المغرب قريب يذن واحنا مازلنا ما حضرناش الطاوله. شو هالعلوش اللي جاي من الجبال والريحه نتاعو تعمل 66 كيف؟ هالاكلات ذولي كلهم جايين من بقعه مزيانه اللي هي عين دراهم. ضيفتنا اليوم نورا، يعطيك الصحة على كل ما قدمت. شنو ما كان نورات إذا كنت مزينهم البريك ما عاش نقلق منه هكا. وعصيت زقوقو اللي جات في وقتها قريب العيد. زينت طاولتك بالقدية، مثلت بلادك أحسن تمثيل في عاداتكم وفي تقاليدكم وفي أكلاتكم. عايشكم جميلة، أنا بدي فرحانة برشا أني كنت موجودة معاكم اليوم. فرحانة برشا بالإكسبرينس هذه معاكم، فرحانة أكثر ونتشرف أكثر إني قاعدة بجانبك توا. يعيش بنتي. نحب نقدم تحية بالمناسبة لأهالي عند راهم الكل، وإن شاء الله نكون قدمت لكم الأطباق في أبهى صورة. أنا بدوري أيضا نشكر بارتنير ماجيك أوتيل ثبركة ومرقوم زادة تيميز سكرة، ونشكركم أنتم اللي كل نهار معانا تستناونا بدقيقة وبدرجة بالقلم وبالستيلو. إن شاء الله كل ما نقدموه يعجبكم وينال رضاكم، وصحة شيبتكم المسبق، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله. دبارة وزيارة. One promise, you will come back. Carthage Tour. Vanoise, hello à منك. نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حر. في عيد ميلادنا 60 عبيدة تودكم بالكوفركل باش تستحفظوا على بنتها وتخبيوها في حكتها. جولدينا داند المزرعة بنة الحم هبرة من غير شحم. مع تيميس دارك على كيف كيفك. ماما ميا ملا بنا وملا هي.
مع غات أسيرانس اليوم مأمن وغدوة مضمن. ملسوقة شمس بنتها في تقرميشتها. هو ما يقولوا لها شمية وإحنا نقولوا لها بابيون.